بلخص التعلق في ان انت بتحس استحالة العيش بدون هذا الشخص. اول ما تلاقي نفسك ان حياتك وانت على قيد الحياة مشلولة حرفيا بمعنى كلمة مشلولة، انا مش عارف اتحرك في دنيتي، مش عارف اشوف شغلي، مش عارف اشوف دراستي، بدليل ان بيبقى في طلبه مثلا صبح عليهم امتحان سواء جامعه او ثانوي، ما برضو دي مشاعر، وتلاقي الدنيا اتعطلت، هو قاعد طول السنه طالع عينه في المذاكره وفجاه قابلته صدمه عاطفيه، يعمل ايه؟ انا مش عارف اشوف امتحاني دلوقتي، طب انا خلاص انا كنت فاضل لي درجه واحده وهدخل كليه قمه، بس المشكله ان حبيبتي سابتني الساعه 7 الصبح وانا امتحاني 8. يا رب. ففي ناس بتمر بهذه اللحظات والله بدون اي مبالغه. صحيح. وفي شباب ما شاء الله عليهم معطلين نفسهم حوالي 10 15 سنه من عمرهم واشرفوا على الأربعين وما زال لسه متعلقين في ذكرى بقصه من الذكريات حقيقي. لسه كنت بقول امبارح في بوست اني انا كنت من يومين في حاجه كده، قصه عاطفيه مع شخص من العيار التقيل قوي، ان هو قاعد 7 سنين معطل حياته حب من طرف واحد. لما تلاقي نفسك انت بتجهد سنين وايام وعمرك بدا يجري مع بني ادم، بتجري في سباق لوحدك ومنهك جدا، انت غير سعيد، انت غير مرتاح، انت بتبص في المرايه مكشر، يبقى انت هنا محتاج لعلاج نفسي.